تترقب الجماهير المغربية والعربية المباراة القادمة للمنتخب المغربي في الدور نصف النهائي للمونديال أمام فرنسا يوم الأربعاء وسط أمال بتخطي هذا الدور وبلوغ النهائي. كان الإنجاز المغربي بالوصول لنصف النهائي قد لاقى إشادة واسعة عربيا وعالميا بعد أن تفوق أسود الأطلس على عمالقة الكرة الأوروبية، إنجاز لا يمكن نسيانه وبالتأكيد سيبقى خالدا في سجلات كأس العالم. التاريخ 10 ديسمبر 2022، المكان ملعب الثمامة المونديالي في قطر. الحدث ليس حدثا عاديا، بل هو تاريخ جديد كتب بأحرف من ذهب. تاريخ شهد وصول المغرب لنصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على البرتغال في ربع النهائي. ما أروعكم، برهنتم أنكم من نخبة منتخبات العالم. ما أروعكم وما أجملكم، كنتم رجالاً من قبل بعد إنجاز الوصول إلى ربع النهائي التاريخي، وبرهنتم مرة أخرى أنكم أسود تزأر في وجه عمالقة العالم ولستم بأقل منهم. أحرجتم وصيف بطل العالم في بداية مشواركم، ومن بعد ذلك بلجيكا المدججة بالنجوم هزمتم، وبدت كندا صغيرة أمامكم، ومن بوابتها أحد أصعب مجموعات كأس العالم تصدرتم. اصطدتم الثورة الإسبانية الهائجة في دور 16 ومضيتم لتسجلوا أكبر إنجاز عربي. لم تكتفوا بربع النهائي ومضيتم لتلتهموا عملاقاً أوروبياً آخر، عملاق برتغالي كان يحلم بمواصلة المشوار نحو لقبه الأول، حتى عندما استعان بأفضل لاعب في تاريخه عجز أمامكم. تاريخ جديد لم يتحقق من قبل عربيا ولا إفريقيا سطرتم، وصلتم نصف النهائي. يا إلهي، كم هو جميل ما فعلتم، وكم هو عظيم ما إليه وصلتم، وكم ستبقى خالدة في تاريخنا أسماؤكم، وكم نحن فخورون بكم. معنا من الرباط المدرب الرياضي علي المصباحي، أهلا وسهلا بك في النافذة المغاربية بعد هذا التقرير الإخباري الشاعري هنا الذي يتحدث عن إنجاز المغرب، لنتحدث عن المستقبل. برأيك كيف يمكن أن تكون الاستعدادات لمواجهة منتخب فرنسا، ومنتخب فرنسا ربما يختلف عن المنتخبات خصوصا البرتغال وإسبانيا في طريقة لعبه، وأيضا بسبب الغيابات، بسبب الإنذارات الثلاث على ما أعتقد، إذا كان في ثلاث لاعبين مهمين من المنتخب المغربي. ما رأيك في الوضع حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. بالنسبة للمقابلة المقبلة، كل شيء مرشح المنتخب الفرنسي. بالنسبة لي هذا نقطة إيجابية، لأن كيخرج منها المنتخب المغربي من الضغط النفسي، والمنتخب الفرنسي كيعرف النقطة القوة ديالو اللي كتكمل في الخط الهجومي بقيادة امبابي. ربما نقطة القوة ممكن نحولها إلى نقطة الضعف إذا عرفنا كيفاش نتعاملوا مع أو نقوم بحراسة مشددة لمبابي، كما سبق في المقابلة ديال البرتغال بعد دخول رونالدو في الشوط الثاني شفنا دخول بدر بانون، وكان ظل رونالدو في جميع الدقائق حتى صفارة الحكم اللي نقص من الخطورة ديال كريستيانو رونالدو. نفس كنتمنى يوقع نفس الشيء مع مبابي، اللي نتمنى تكون عنده حراسة مشددة، واللي يكون احد اللاعبين ظل اللاعب مبابي اللي كيشكل خطورة على الدفاع. استاذ علي، صحيح هذا الكلام، لكن في المنتخب الفرنسي يعني في ثلاثي هجوم، يعني مبابي صحيح مهم جدا، لكن دومبليه وفي ايضا لاعب اخر يعني كنا نتحدث عنه قبل قليل صبغ شعره بالاصفر، يعني لدينا يعني ثلاث لاعبين يهجمون بشكل كبير. هل سيستطيع المغرب وقف هذه الهجمات من خلال كما لعب، يعني انه صد الهجمات من نص الملعب دون ان ينتظر الى وصولها خط ال 18؟
الخطة التي لعبوا بها المنتخب الوطني المغربي فهي خطة معقدة خاصة في التنشيط الدفاعي اللي كتصعب على أي هجوم ديال أي منتخب اللي لعبنا معاه. فعلا المنتخب الفرنسي هو المنتخب بقيادة الجهاز الفني بقيادة ديشان اللي هو 7 سنوات وهو مع المنتخب الفرنسي وقدر يفوز معاه بكأس العالم بروسيا. الآن وصل المربع الذهبي وربما كيشوف أنه قريب باش يلعب المقابلة النهائية الثانية على التوالي. فعلا أن هناك الثلاثي اللي درت عليه هو اللاعب كريزمان النجم أتلتيكو مدريد، وما نساوش من غير ديمبلي كان هناك اللاعب جيرو اللاعب ديال المهاجم ديال اي سي ميلان اللي تمكن من هدف تسجيل هدف الخلاص بالنسبه للمقابله ضد المقابله لانجلترا. طيب في سؤال اخير ايضا، لو عدنا الى موضوع الغيابات، هل لدى الفريق المغربي يعني في الاحتياط من يمكن ان يسد عن من سيحرمون من حضور المباراه القادمه؟ سبق شر الكابتن وليد الركراكي ان هناك في المجموعه 26 لاعب. ربما بعد المباراه المتواليه ولات عندنا الثقه في النفس زائده، الحمد لله الثقه في النفس ما بين الخطوط الدفاع ووسط الميدان والهجوم. ربما حتى وليد الركراكي سهلت عليه الماموريه لانه وجه الرساله ديالو وحتى اللاعبين انسجموا باللعب اللي ولا كيصبحوا يلعبوا عليه، كيدافعوا بمجموعه وكيهاجموا بمجموعه. ان شاء الله كنتمنى ان المفتاح والسر ان شاء الله ديال الانتصار هي المرتدات الهجوميه اللي غيقوم بها ان شاء الله المنتخب الوطني المغربي. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من الرباط المدرب الرياضي علي المصباحي.